هذا وتبذل مصر جهودا حثيثة لحل قضية المسار السياسي في ليبيا، وفي هذا الإطار تتمسك مصر بضرورة رفض التدخلات الخارجية وتحقيق المصالحة الليبية الليبية رمانة الميزان ومؤشر بوصلة الاستقرار في العالم العربي، جهود كبيرة تقوم بها مصر في حل القضايا الإقليمية ومنها قضية المسار السياسي في ليبيا التي بقيت مصر هي الطرف الذي يتمسك بوجهة نظر واحدة على مدى سنوات وهي ضرورة رفض التدخلات الخارجية وتحقيق المصالحة الليبية الليبية. فمصر دائما كانت تحرص على وحدة واستقرار ليبيا وراهنت على قدرة الليبيين على انتزاع قرارهم وإدارة بلادهم وإخراج الميليشيات ومنع التدخلات الخارجية وفي إطار حرص مصر على حل الأزمة الليبية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لبنيفي حيث أكد الرئيس دعم مصر لتحقيق المصلحة العليا لليبيا مع الحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها وخلال المباحثات تم التوافق على تكسيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. ومن أهم التحركات المصرية لحل الأزمة الليبية اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة زائد خمسة التي استضافتها مصر وعقدت بالقاهرة والغردقة والتي اتفقت فيها الأطراف على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد التحركات المصرية تأتي في إطار المبدأ المصري الثابت والداعم ل قيام مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولا الى عقد الانتخابات وانهاء المرحلة الانتقالية وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه، فمصر حرصت على ان تبقى على تواصل مع جميع الاطراف الفاعله انطلاقا من ان استقرار ليبيا هو الطريق الى امن مصر، ودعت الى اعادة توحيد مؤسسات الدولة ودعم تنفيذ مختلف المخرجات الاممية والدولية بشان خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها